نظمت جمعية قدماء لاعبي فريق النهضة البركانية واللجنة المسيرة للنادي مباراتان استعراضية تخليدا لذكرى اللاعب الراحل عبد القادر البرازي. جمعت بين نجوم أفارقة سابقين وآخرين ينحدرون من جهة الشرق وأصدقاء الراحل. المقابلة عرفت مشاركة العديد من أيقونات الكرة الإفريقية على غرار نجم الكرة السنغالية السابق الحاج ديوف وصاحب الكرة الذهبية الإفريقية مصطفى حجي والعميد السابق للمنتخب المغربي نور الدين النبت. من الله سبحانه وتعالى أن يمكننا ويمكن الأجيال القادمة أن تكرم أولا أبطالها وهم على قيد الحياة، ثم أن تلتفت إلى كل أولئك الذين أعطوا الشيء الكثير للكرة القدم الوطنية وللرياضة المغربية عموما، وأعتقد بأنه بتراكم تجاربهم وتضحياتهم فالشباب اليوم يسير نحو الأمام وسنسير جميعا إن شاء الله لما هو أفضل. وخلال هذه المباراة التي انتهت بانتصار نجوم الكرة الإفريقية استمتع الجمهور بأداء أجيال متعاقبة من لاعبي كرة القدم الأفارقة الذين أبانوا عن مهارات ملفتة للنظر.